اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا ومختلف للغايه. النهارده يوم يعني احنا هنسعد بضيف كبير واسم كبير في عالم جراحه التجميل، والحقيقه يعني سعيد جدا بان يكون هذا الضيف واحد من نجوم عالم جراحه التجميل في الوطن العربي ونجم كبير في عالم جراحه التجميل في المملكه العربيه السعوديه. الموضوع النهارده مثير للغايه، هو تنسيق القوام. تنسيق القوام الحقيقه هو واحد من الجراحات التجميلية الشهيرة للغاية الآن في العالم، له قيمة كبيرة جدا تنسيق القوام في العالم. الشباب دلوقتي بيسعى لأنه يكون أي ديفوه في جسده أو في جسدها سواء ست أو راجل يعالج، لأنه هذه الديفوهات قد تعوق الإنسان في عمله، قد تعوقه في نفسيته. النهاردة وسعيد جدا أنه يكون معنا عبر وسائل التواصل من المملكة العربية السعودية الحبيبة الشقيقة واسم كبير حقيقة، واحد من سوبر ستار هذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد الحبابي القحطاني، استشاري وأستاذ جراحة التجميل، زميل الكلية الملكية للجراحين بكندا، زميل الكلية الأمريكية للجراحين، صاحب البورد الكندي في جراحات التجميل والاستشاري لجراحات تجميل في عيادات A1 لجراحات تجميل بجدة بالمملكة العربية السعودية، المتخصصة في عالم جراحات التجميل. أهلا بك دكتور محمد، شرف كبير لنا هذه الزيارة. حياك الله دكتور أيمن ومشاهدينكم الكرام من المملكة العربية السعودية، وشكرا لاستضافتكم لهذا البرنامج الشيق المفيد الثري بالمعلومات الطبية. قبل أن نبدأ أود أن أقدم كل التحية والحب والاعتزاز من أول سمو الأمير محمد بن سلمان إلى كل الشعب السعودي الحبيب الشقيق. يعني الله يحييكم جميعا، لكم في القلب محبة كذلك، وبرنامجكم الثري له متابعينه و شرف لي والله، شرف لي بجد. يعني أنا عايز أبدأ بس الأول، يعني وده نقطة مهمة جدا، لقاء مع واحد من ميجا ستار هذا المجال في الوطن العربي. التجميل الآن وتنسيق القوام، هل وبرضو يعني برضو يهمني أعرف يعني في النظرة الحديثة الآن في المملكة العربية السعودية، هل اختيار أم هو علاج أساسي جزء مهم في الحياة؟ طبعا التجميل، وأقصد فيه خضوع لعلاج تجميلي جراحي أو طبي، هو أساسي وكذلك يعتبر اختياري في مجالات جراحة التجميل. حالات مختلفة تخضع لجراحة التجميل يكون لها مطلب أساسي، زي في حالات الترميم أو التشوهات الخلقية، كذلك في الجراحات التحسينية اللي يخضع لها تغيرات في الجسم، مثل التغيرات اللي تصاحب بعد الحمل والولادة، مثل تغيرات في البطن والثدي، علامات تقدم في العمر، كذلك هذه الأشياء كلنا من الفطرة أن نحب نبقى في نضارة وشباب، فالتغيرات هذه تكون مزعجة لكل سواء للرجال أو النساء، كذلك التغيرات اللي مصاحبة من بعد السمنة يعني النمط غير صحي. فأعتبر إجابتي لهذه الإجابة نحو أنه تكون الإجراءات التجميلية بهدف استعادة الجمال، وكذلك يكون جمال بأمان. لما يعني نقيم كاستشارية جراحة التجميل أي حالة، نضع معايير جمالية وتحليل لمن يحتاج هذه الإجراءات، وعندما لم نجد أي سبب أو أي تغيرات أو يكون في وضع الطبيعي، ننصح بعدم إجراءات أشياء فقط للهدف منها هو يعني أنه شافت مثلا مشهور أو يعني شخصية مؤثرة أو بسبب ترند وتبغى تغير وما عندها سبب انه تغير، فهذا يعتبر شيء يعني احنا كاستشاريين لا ننصح فيه، ويعني نقنعها انه هذا الاجراء يعني غير اساسي، وبتم بذلك يعني اقناعها. يعني من المؤكد ان في A1 كلينك
في جزء في الطب النفسي مش يعني ملاصق لجراحة التجميل في اتخاذ القرار يعني أكيد يعني. صحيح، احنا الآن نخضع لأي مراجع حاب يجري إجراء تجميلي لتقييم نفسي. احنا كجراحين يعني نضع معايير معينة في الحسبان، يعني من الأشياء اللي مهمة هو الاستقرار النفسي، يعني ما مثلا تخضع العملية اللي بسبب مثلا عندها مشاكل زوجية وهي حابة أن تجري هذه العملية علشان تقلل من وضع هذه المشاكل لتغيير. فهذه يعني أذكر أول مقالة أجريتها، لأنه كمقالة يعني كتابية، أنه كثير من الزوجات يعرضون نفسهم لإجراءات تجميلية لإرضاء أزواجهم، والإجراء الصحيح أنه هذا تجري لنفسها، ويعني مو هو شيء أنه تستعيد فيها علاقاتها أو أنه تسوي عملية عشان تحصل على وظيفة وخلافه. طبعا الاستقرار هذا النفسي كذلك خلوها من الأمراض النفسية اللي تكون يرى عنده مشكلة وفي الواقع لا توجد مشكلة جمالية أن تستدعي التدخل العلاجي. في كذلك يعني الاهتمام يعني في مجال الجمال هي الصحة، كذلك هي مترابطة في يعني حلقة هي الصحة والجمال وكذلك الصحة النفسية لتعطي خيارات أفضل ونتائج أفضل. البادي كونتورينج ده تعبير بقى موجود دلوقتي في أبجديات عالم التجميل، بقى كل الناس دلوقتي بتذكر حتى في التعبيرات بتاعتهم، يقول أنا عايز أعمل البادي كونتورينج بشكل مناسب ما فيهوش ديفوهات. ما معنى بادي كونتورينج؟ طبعا هي إجراء تجميلي أو تدخل علاجي جراحي تم فيه أو الهدف منه هو تحسين القوام والحصول على ملامح جمالية رياضية تكون فيها يعني منحيات الجسم واضحة. يعني أقدر أبسطها أنه يكون جسم رياضي مثالي، وكلنا يعني نحلم بهذا الجسم سواء رجال أو نساء، أنه تحصل على جسم يعطيك الثقة بنفسك وتكون يعني في أفضل شكل ممكن. فنحت القوام ويعني يعطي هذه النتائج باستخدام تقنيات مختلفة، قد تكون فقط شفط دهون مع استخدام تقنيات تسمى نحت أو قوام، أو يكون عمليات شد جراحي في حال وجود الترهلات مع استخدام تقنيات مختلفة من شفط الدهون لحصول على نحت قوام عالي الدقة. سؤالي البديهي، متى تنصح، متى تقول للمريض أنت تحتاج إلى نحت قوام؟ طبعا نحت القوام هي رغبة، هي قوة إرادة، هو حب للتغيير نحو نمط صحي مثالي. فمثل هذا الأشخاص نختار بعناية من يخضع مثل هذه الإجراءات من ناحية الوضع الصحي العام، أن يكون يعني صحته جيدة، الوزن مثالي أو قريب من المثالي، ونعني في ذلك كتلة الجسم تكون مثالية. فبالتالي يهمنا يكون قرار الشخص اللي يرغب في مثل إجراء نحت القوام أو البادي كونتورينج أنه حاب يغير في جسمه، فعنده قوة إرادة، مو شيء مؤثر له من آخرين أو يعني سامع هذا الإجراء ومو عارف تفاصيله، فيتم يعني إعطاءه كل التفاصيل عن هذا الإجراء عشان يستفيد من هذا الإجراء، لأنه تعتبر معززة للصحة. وأقصد أنه يعني تخلي الإنسان في نمط صحي أفضل، يمارس الرياضة، فيعيش يعني حياة صحية مثالية. بالتطور شيء مهم قوي أو كلمة لها ثقل في عالم جراحات التجميل. التطور أصبح في الأجهزة، في التقنيات الجراحية، أصبح التطور فيما بعد الجراحة من داعمات أو أجهزة أخرى. فأنا عايز أعرف إلى أنهي درجة وصل التطور، وهل يعني بما أن حضرتك برضو يعني موجود في كل يعني المنتديات العالمية، هل الوطن العربي موجودة في نفس الأجهزة الموجودة في أوروبا وأمريكا؟ طبعا جراحة التجميل من أحد التخصصات الطبية اللي تطورت فيها، يعني صار فيها
ثروة كبيرة في التقنيات، وكذلك يعني تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نحو إيجاد حلول لتقليل علامات تقدم في العمر اللي يسمونها الجراحات التجميلية، كذلك في تقنيات شفط الدهون من تحت القوام صارت تركز على حصول على الشد للجلد أفضل، فتقلل من يعني قراراتنا في مثلا شد الجلد الجراحي. هذه التقنيات تتفاوت ب يعني اما تستخدم تقنيه الراديو فريكونسي او الالترا ساوند اللي هي تستخدم موجات فوق صوتيه او الليزرز، فطبعا صارت تتنافس فيها هذه التقنيات للحصول على نتائج افضل، واحنا وظفناها الان يعني في الوطن العربي أخذ نصيب كبير في هذا التطور بنقله إلى دولنا وكذلك في المراكز الطبية اللي نشتغل فيها. فمثلا في مجمع المركز الطبي اللي يعمل فيه A1 Clinic كانت من أهدافها هي إنشاء بيئة صحية لجراحية التجميل واستقطاب الكفاءات العالية، وكذلك التركيز على يعني التقنيات الحديثة اللي تعطي نتائج جدا مرضية وكذلك آمنة لاستخدامها في مختلف يعني العمليات أو الإجراءات التجميلية. هذهب إلى الفيلر والبلازما، اسمين أصبحوا بيطرحوا نفسهم بقوة في عالم التجميل، بقى في بادي فيلر، بقى في فيس فيلر، بلازما موجودة كمان في الوش بشكل كبير، علاجات لها قيمة كبيرة دلوقتي في عالم التجميل، عايزين نتكلم عنها. الفيلرز هي إجراء تجميلي يمكن أخذ شهرته يعني في أمان هذا الإجراء، لأنه إجراء يعتبر مؤقت وغير دائم، فبالتالي يحصل يعني الاستفادة منه في تعبئة المناطق اللي يحتاج لها علاج. هي يعني معظم اللي نستخدمها هي مادة هايرونيك أسيد، صار فيها تطور في هذه صناعة الصيدلانية أو الفارماكيوتيكال حق الفيلرز، بإضافة محفزات كولاجين، بإضافة يعني معالجات للتصبغ، فبالتالي صار فيه يعني خطوط إنتاج للفيلرز من مختلف مناطق العالم، وتتنافس كلها على يعني اعطاء النتائج الافضل، وكذلك تكون امنه وسهله يعني الحقن وقليله المضاعفات. اما بالناحيه البلازما فهو اجراء انه تاخذ يعني شريحه من الدم ويتم معالجتها للاستفاده من الخصائص التجديديه الموجوده في البلازما. احنا في العياده من يعني السباقه في استخدام هذه الخصائص التجميليه باضافتها مع حقن الدهون وكذلك في علاج الاثار. نستخدم تقنيه ريجنال لاب اللي طبعا جدا متقدمه في صناعة وكذلك علم البلازما ومستخلصاتها في علاج آثار ما بعد العمليات، في استشفاء الجروح وكذلك حصول على نضارة، وكذلك والأهم هي إعطاء علاج بخصائص تجديدية. ريجال لاب بيلعب دور مهم في التئام الجرح، في التئام لو احنا بنعمل شد بيلعب دور مهم، بيخلي فترات النقاهة يحصل فيها تغيرات يعني بتتحسن. عايز افهم النقطة دي، يعني يهمنا طبعا فترات النقاهة في العالم اللي الناس بالنسبة لها يعني الاستشفاء ما بعد العملية مهم جدا، عايز ارجع شغلي، عايز ارجع امارس حياتي بشكل طبيعي، بقى الوقت مهم هنا. ريجن لاب هي سباقة جدا في الأبحاث اللي وضعت يعني دراسات علمية وطبية نشرت في مجلات متخصصة في جراحة التجميل أو علم الجراحة التجديدية، في أنه أن البلازما لها دور كبير في إضافة تحسين في التئام الجروح وكذلك مخرجات ما بعد التئام الجروح من آثار.
اعتمدت هذه على الدراسه في يعني تحسن جوده الاثر في يسمونه فانكوفر سكار سكيل، وكذلك جوده الاثر ولها اثارها الايجابيه، وهذه معتمده من الاجراءات اللي نستخدمها في علاج التئام الجروح وكذلك علاج الاثار ما بعد العمليه. المريض هنا حصل على نتائج جيده جدا، عمل جراحه بتقنيات حديثه للغايه بالفيزر بالراديو فريكوانسي بالليزر، عمل الريجن لاب حصل على التئام جيد للجروح، حافظ على نضاره الجلد الوجه ايضا اذا كان في تجميل. كيف يحافظ على كل هذه المعطيات؟ هل المريض، لان في مرضى كتير بيخرجوا من هذه العمليات وكانهم يعني خلاص عرفوا الطريق، فبيبدأ يهمل يدخن يزيد في الوزن. عايزين نركز على انه هذه المعطيات من الجراحات دي ومن الاساليب دي معطيات ينبغي الحفاظ عليها. ده من الاشياء المهمه في اثناء الاستشاره في اختيار الشخص اللي يخضع العمليه، انا اسمهم ذا ايديال بيشنت او ايديال كلاينتس تو جيت ذيم في البادي كونتورنج، انه نحرص على انه يكونوا مقدمين على تغيير في حياتهم، فليحصل على جسم مثالي ورياضي وخضع تجربة أو سميها رحلة الجمال، هيكون حريص جد الحرص أنه ما يعود إلى عاداته الغير صحية. ومعظم وهذه مثبتة في دراسات علمية عندنا أنه يخضع مثل هذه الإجراءات تعزز الصحة ويعني يكونوا في نمط صحي ويمارسوا الرياضة، وكانت من أفضل القرارات اللي أخذوها في تخص الصحة. هل عمر المريض يختلف؟ يعني هل السن لو قلنا الأربعينات يختلفوا عن الخمسينات، يختلفوا عن العشرينات الثلاثينات في اختيار نوع التدخل؟ نعم طبعا، في أنا أقصد بدون ما نذكر إيش الأرقام، هي نتكلم على علامات تقدم في العمر تعطي يعني تأثير على جودة الجلد، فبالتالي تأثر بسبب نقص الكولاجين والأكتين، يصير الجلد سماكته قليلة، فنلجأ في هذه الحالة في حال وجود تغيرات أنه يصير عندهم ترهل في الجلد، يصير عندهم نقص في الحجم بسبب الدهون، فقد الدهون، فبالتالي نسوي لهم عمليات شد الجراحي عن غيرهم، يعني بيحتاجوا شد جراحي حقن دهون ذاتية أو تعبئة، حتى يعني نوظف تقنيات ما بعد اجراء الشد عشان يحافظوا على نسبه الكولاجين وجوده الجلد افضل. المريض، من هو المريض الذي ربما توافق بسهوله او توافق بشكل فيه ترحاب على اجراء العمليه او اجراء شفط الدهون له، وربما ينصح بذلك ايضا لو كان جاي في اجراء اخر، ومن المريض الاخر الذي ترفض اجراء هذه البروسيدر أو هذه الإجراءات الجراحية له؟ الآن في يعني كمية المعلومات اللي نشوفها يعني في منصات التواصل الاجتماعي مثل برنامجكم الموقر أعطت يعني قوة معلوماتية في توعية الناس عن هذه الإجراءات ومن هو تنفع له الإجراء هذه عن غيره، فبالتالي ما يجي إلا هو جاهز أنه يبدأ في التغيير، هو صنع القرار، هذا أشياء تراكمية مع الوقت، يعني هو يحب يغير لكن تلاقيه مدخن، عنده سمنة، عنده عوامل ممكن يعني تغييرها، فبالتالي يبدأ يشتغل على إجراء مثلا إنقاص الوزن إذا كان يعاني من سمنة، إذا كان مدخن فيتم يعني اقناعه بتوقف عن التدخين ثم الامتناع عنه بالكليه، لان اللي نمتنع احنا كجراحين اجراء العمليات اذا كان يعني في ضرر ممكن يعني وقايه الشخص منها، فبالتالي مثل يكون في سمنه ب يعني ارتفاع الوزن بكميات كبيره، هذه تحصل منهم مضاعفات ويعني فتره استشفاء طويله، وصول مضاعفات ولا قدر الله تكون النتائج غير سلبية، فبالتالي يتم يعني نصحهم وإرشادهم أنه ينقصون الوزن، كذلك المدخنين أنه تحدث مضاعفات متعلقة بالتدخين وننصحهم بالإقلاع عن التدخين لأثره على الصحة وكذلك الجمال.
بلا شك احنا هنا يعني، لان احنا نعتبر يعني كما يقولون وطن واحد، احنا منبهرين يعني بجد، ودي مش مجامله، بالتطور الهائل في السياحه العلاجيه الموجوده وفي السياحه عموما. ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه في السياحه في فتره زمنيه وجيزه انجزت انجازات هائله. من ضمن هذه السياحه العلاجيه، المريض قد ياتي اليكم من اي جزء من اجزاء الخليج العربي، من دول الخليج، لكي ينعم او يحصل على خدمات طبيه متعدده، ممكن يطلب اجراء اكثر من عمليه، اكثر من اجراء جراحي، هل ممكن يتم في A1 اكثر من اجراء جراحي؟ احنا ننصح دائما بعدم يعني دمج اكثر من عمليه لاثباتها العلمي انها تحصل مضاعفات بزياده يعني اجراء اكثر من عمليه لاسباب عديده. انه اول شيء وقت الاجراء حيكون اطول، فبالتالي يكون مضاعفات في حينها، او يكون ما بعد الاستشفاء يكون اجراء اكثر من عمليه تحمل الشخص لا قدره له فيه، فبالتالي يحصل يعني عدم يعني الكفاءه في التعامل ما بعد الاجراء بطريقه صحيحه، مثل الحصول على يعني اهتمام في منطقه معينه، يصير متشتت في عده مناطق، الرعايه والعنايه كذلك تشكل عبء عليه. يبقى الامان هو البريوريتي الاساسيه. صحيح. الدور اللي ما شاء الله يعني بتقدموه، طبعا ما شاء الله يعني خبرات عالميه كبيره في رفع كفاءه الجيل الجديد والجيل القادم من جراحين التجميل. ده يعني احنا انا سعدت جدا بالدور الاكاديمي كمان، مش بس الدور العلاجي. طبعا الاهتمام في الجيل القادم، لانه هو كما تعلمت انا من الجيل اللي اعطاني كل الفائده العلميه اللي حصلت عليها الان، ننقلها للجيل القادم كذلك بتطوير ما حصل الان ونلاحظه في تطور التقنيات وكذلك الاجراءات اللي نسويها في مجال الطب والجراحه التجميل. فنحرص على عقد الندوات والمحاضرات الدوريه يحضرها طلبه الطب او طلبه او الاطباء الزماله اللي في مراحل التدريب في جراحه التجميل. كذلك نحرص على عقد ورشات عمل تكون فيها هاندز اون، يعني يتم تدريب الجراحين اللي في مرحلة التدريب على الخضوع على التدريب في التقنيات الجراحية المختلفة. أريد أن أنهي حواري معك، وإن كنت أتمنى أنه حضرتك تقبل دعوتنا لما تشرف مصر يكون الحوار داخل الاستوديو، هيكون سعادة غامرة. وأيضا يعني إن شاء الله نلتقي يعني كلما سنحت وقتك إن إحنا نلتقي عبر وسائل التواصل إذا سمحت لنا، هيبقى شرف كبير لينا وسعادة. وسعيد جدا بهذا اللقاء العلمي الراقي جدا، ومنبهر طبعا بكل الأداء العلمي الأكاديمي ونقل الخبرات الموجودة في A1، شيء رائع للغاية، فأنا بشكرك عليه شكرا جزيلا. يشرفني دكتور أيمن، برنامج رائع. أشكرك. تشرفت وتعلمت وتثقفت من هذا البرنامج. أشكرك، شرف لينا. وهذا يعني شيء نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الأجر في نقل المعلومات الطبية من مصادر موثوقة ومن يعني أطباء ذو كفاءة يتم اختيارهم بعناية. أشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وتحياتي وحبي ويعني تقديري لكل إخواني في الشعب السعودي العظيم والمملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة إلى قلوبنا جميعا. الشرف لنا، ونحن نحو هذه القبلة يعني احنا في منطقة مكة المكرمة، شرفنا الله سبحانه وتعالى بجوارها، فلنا يعني الحمد لله السعادة اللي تغمرنا أن نستضيف جميع من يعني يشاهدك وفريق العمل برنامجكم، وكذلك الدكتور أيمن في زيارة لأي وقت في هذه في جدة أو في مكة المكرمة. ونحييكم جميعا
وأسأل الله لكم التوفيق. أشكرك شكرا جزيلا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات التجميل، واحد من ميجا ستار هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد الحبابي القحطاني، استشاري وأستاذ جراحة التجميل، زميل الكلية الملكية للجراحين بكندا وزميل الكلية الأمريكية للجراحين وصاحب البورد الكندي والاستشاري لجراحات التجميل في عيادات A1 المتخصصة في جراحات التجميل بجدة بالمملكة العربية السعودية. نورت الدكتور. شكرا بارك الله فيك. خليكوا دايما مع الدكتور.